عاملين في دلوقتي عاملين في دلوقتي على طول على الروتينات اللي احنا بنعملها دي لو بنطلب منك الروتينات او التحضير او الشكل خلوا بالكم ده ايه؟ ده بيتشر. تمام؟ انا
باجي ابص انتروبيستيريوم، بص يا جماعه ادي ايه الفورميلا، ايه البيوبس والايرس والكوبيريا و60 درجه تمام. انا فتحت الفتحه وعملت العمليه بتاع الطرف الكبيره والترابيزوليتوني في المكان ده تمام، واروح جاي قاطع حته من الايرس هنا كده، يبقى كل ده في ايرس والمثلث ده هو اللي ايه بقى فاضي. يا جماعه عشان ما حدش يبص للرسمه دي ويقول لك حته الايرس دي ما بقتش شبكه في السيليا دي بودي دي هتقع، لا هي مش هتقع، احنا بنرسم هنا سيكشن. خلي بالك انا لو جيت قطعت سيكشن كده هتلاقي السيكشن مقابل الحته الفاضيه تطلع الصفر، وبعد كده مقابل الايرس اللي هي الجزء ده وبعدين الجزء ده تمام. انا لما ابص جزء من الايرس دي اسمها ايريديكتوري تمام يا جماعه كده، وكاني بعمل الايريديكتوري ده في البريفري خالص، فبقول ان انا بعمل هنا بريفرال، دي خطوه مهمه قوي، بريفرال ايريديكتوري. البريفرال ايريديكتوري ده موضوع كده سؤال كده على بعضه، ده اول انديكيشن يقابلنا في المنهج لموضوع الايه؟ البريفرال ايريديكتوري. يبقى البريفرال ايريديكتوري يا جماعه اول مره قبله عملت ان انا ببساطه انا عملت اكسبريشن لجزء من الايرس عند البريفري خالص، عند البريفري بتاع الايرس تمام كده؟ هدف البريفرال ايريديكتوري كده انا ما عملتوش هنا، خدوا بالكم كعمليه منتصره، لا انا عملت البريفرال ايريديكتوري هنا يا جماعه جزء او ستيب من عمليه كبيره اسمها صابت كبيره ترابيزوليتي. وانا عملت البريفرال ايريديكتوري كستيب من الصابت كبيره ترابيزوليتي علشان تو بريفنت كلوجر اوف ذا اوبن. الاوبن اللي انا عملتها دي امنع انها تتسد او تتسد. كويس كده؟ جميل. الحاجة الثانية، السؤال الثاني، ليه احنا بنعمل السكريبر كلاب ده؟ الأسئلة الشكوى اللي بتتقال على العملية، ليه؟ إيه فايدة السكريبر كلاب؟ ليه ما دخلتش قطعت حتة كاملة من السكريبر كده وبقى الأنتيرو كيمبر واقف على الخط منه للسكريبر؟ إيه فايدة الكلاب؟ خلي بالك الكلاب ده، الكلاب ده هو اللي بيحجم خروج الإكوس من العين. لو انت عملت فتحه مباشره كده بين الانتيرو تشامبر والصف تيرو الاثنين هيطلع كميه كبيره قوي وضغط العين هيقل. يبقى لما ننتقل يا جماعه هنا في الشكل ايه فايده الكلاب، هنقول ان هو تو ليميت او فلو اوف ايكوال اوت اوف ذا ار، هو اللي بيعمل ليميتيشن للاوت فلو اوف ايكوال اوت اوف ذا ار تمام. ولو الايكوال طلع كبير هندخل في المشكله اللي هي عكس البلوجومه اللي هي الهايبوكري اللي هي ان ضغط العين يقل. كويس كده؟ جميل. ادي الحاجه الثانيه. في العمليه دي نجاحها معتمد على حاجه. ان انا لما ارجع الكلاب مكانه مش هيحصل هنا هيلينج وفايبروزز. افرض ان انت رجعت الكلاب مكانه راحوا دول حصل لهم هيلينج وفايبروزز كده. يبقى العمليه دي لها اي قيمه؟ ملهاش اي قيمه. يبقى العمليه دي معتمده في نجاحها في الاساس على ان ما بيحصلش هيلينج بعد ما رجع الكلاب. هو فعلا ما بيحصلش هيلينج؟ اه ما بيحصلش هيلينج تمام، بس احكم ما بيحصلش هيلينج دي فيها تفاوت بين الانفنت وبين الادلت. مين اللي باور فيه اعلى؟ الانفنت طبعا اعلى بكتير. العمليه دي ما فيهاش اي مشكله في الادلت، احنا بنفتح الفتحه دي وتقعد مفتوحه كده احنا عمرها ما تستنى. الادلت الجيل اللي باور عنده ضعيف، الفايبر بلاست اللي بتكون الفايبر بتاعته بيبقى عددها اقل وبتبقى ضعف. انما في الانفنت انا عندي فيري هارد هيلينج باور. يبقى المشكله اللي بتقابلنا في العمليه اللي هي الهاي هيلينج باور اوف انفنت اللي هي هتعمل فايبروز، اللي هي هتعمل كلوزر اوف اوبننج اللي انا فتحتها. لو حصل بالكلوزر اوبننج يبقى العمليه باظت. علشان كده احنا بنعمل ايه؟ علشان امنع الميكانيزم اللي هيبوظ العمليه ده. في عندنا كذا حاجه ممكن اعملها. اول حاجه خالص اللي هتلاقي مكتوب عندنا في الكتب هالشنط يوز اوف انتي ميتابولايز. كلمه ادجنكتيف يعني مع، يعني هنا يا جماعه انا ما بتكلمش عن عمليه منفصله، لا
انا بتكلم عن نفس العمليه اللي انا بتكلم فيها دي خالص كبيره الترابيكيوريتوري بس نعم عمليه بستخدم الانتي ميتابولايت. الانتي ميتابولايت دي بتبقى سائل احنا بنيجي بحطه ده عباره عن دواء بنحطه هنا في الاريا دي السائل ده بيضبط الفايبروبلاست فبيقلل الجيلنج بتاع الفايبروز. الامثله بتاع الانتي ميتابولايت دي اللي هي المثالين المشهورين هما فيش غيرهم مايسومايسين سي وحاجه اسمها فايب فلورو يوراسين تمام. برضه دي لها تجميع كده في اخر المنهج الانتي ميتابولايت دي لها كذا استخدام. ده اول مره يقابلنا في استخدام الانتي ميتابولايت. الانتي ميتابولايت دي يا جماعه دي ببساطه ثاني هي دواء بيعمل انهبيشن للفايبروبلاست بيقلل الفايبروز فبيقلل الهيلينج فبيساعد ان الاوبننج دي تفضل مفتوحه تمام. بس دي مش عمليه مستقله لا ده جزء او خطوه انا هعملها مع الصاد الكبيرة في اثناء العمليه هذه حته قطنه بنبلها بالانتي ميتابولايت ونحطها على دي على الاريا دي تموت الفايبروبلاست اللي موجوده هنا وتمنع الفايبروز. والامثله بتاعتها المايكومايسين سي والفايت كلوريوراتين. يبقى دي اول طريقه بمنع بيها من الفتحه الايه برغم كده الهيل اللي باور العاليه جدا جدا عند الاطفال احيانا برضه بتقتل الاوبن دي والمايكومايسين ده ما يقدرش ان هو يموت الفايبروبلاست بالكامل. ساعتها بنلجا للخطوه الثانيه اللي هي اسمها جلوكوما دريمج امبلانت. هي من اسمها امبلانت يعني حاجه اشتركت عملت لها امبلانتيشن. الجلوكوما دريمج امبلانت دي يا جماعه دي عباره بقى لو انت فشلت انك تعمل كوميونيكيشن مش قلنا هدف العمليه دي ان انا بعمل كوميونيكيشن بين الانتيرو تشامبر وبين الايه؟ الكونتينور سبيس. لو الكوميونيكيشن اللي انت عملتها بالعمليه دي ما نفعتش هيبقى البديل تمام كده ان انا اجيب انبوبه انبوبه بقى مفتوحه ما بتسدش خالص. الانبوبه دي بتتزرع من اول الكونتينور سبيس هنا وتمشي الانبوبه دي كده ونروح مدخلينها هنا جوه الانتيرو تشامبر. تمام يا جماعه؟ والانبوبه دي بيبقى فيها بند عشان يحكم الفلو فلويد فيها في اتجاه واحد من الانتيرو تشامبر لبره وما يحصلش حاجه. تمام؟ الامثله بتاعتها حاجه اسمها مونتينو. هما اسمين اثنين برضه مونتينو بند ده الراجل الايطالي اللي عملها وجه واحد ايراني عمل موديفيكيشن اسمه احمد فاني. ماشي يا جماعه كده يبقى المونتينو فالس والاحمد فالس دول هما الاثنين المثالين بتوع الجلوكوما دريمج انبلانت. دي امتى؟ لما اجي اتسال دي انا بعملها امتى؟ لو الصابت كبيره الترابيكيوريتومي فين؟ لو ما نفعتش ليه؟ ايه السبب؟ الهاي هيلنج باور والكلام اللي انا قلته اللي بيقتل الفتحه. طب ليه ما بعملهاش من الاول؟ لا في اكيد لها كومبليكيشن كتير. انت لما تزرع انبوبه كده صناعيه تدخل جوه العين اكيد في طبعا ريسك انها تطلع كميه كبيره من الاكواد وتدخل في هايبوتوليك. الانبوبه دي ممكن تتدحضح من مكان. لو اتدحضحت الانبوبه دي هتعمل انجري للايرس او انجري لللينس. لا طبعا في ريسك كتير. فالاختيار رقم واحد ان انا اعمل الطابق كبير الترابيكيوليتومي وادعم العمليه شويه بالانتي ميتابولايت. ما نفعتش خالص نهائي يبقى انا بلجا للحل الثاني اللي هو الجلوكوما دريمج امبلانت. تمام؟ الجلوكوما دريمج امبلانت دي برضه ممكن تتسبب في الاطفال، ممكن يحصل فايبروزس حواليها ويقنوا على الانبوبه دي جامد وتبص تلاقيها تسبب. لو تسبب الجلوكوما دريمج امبلانت دي والطفل وصل لمرحله اسمها ابسوليوت جلوكوما. كلمة يا جماعة ابسوليوت لما قابلنا في أي حاجة معناها إن العيب بقى الديفايز ما بتشوفش. ده معنى ابسوليوت. ابسوليوت جلوكوما، ابسوليوت أي حاجة معناها إن العيب بقى بتشوفش. تمام كده؟ لو بقت العين دي ابسوليوت طب في هنا أي أمل في النظر بالنسبة للعين دي؟ ما هو العين بقت ابسوليوت يعني خلاص الأوبتيك نيرف مات خالص من الضغط العالي والعين دي بقت توتال بلايند ومش هقدر أرجعها تاني. ولكن عايزين نعمل ايه في الوقت ده؟ عاوزين بس نقلل ضغط العين
علشان نقلل الوجع اللي الطب ده حاسس بيه. ما هو ضغط العين العالي اللي احنا اتكلمنا عليه ده لو حد كبير هتلاقيه بيصرخ منه تمام، انما الطفل هو مش عارف يشتكي تمام كده. ففي الوقت ده لو العين الطفل وصلت لمرحله الابسوليوت جلوكوما يعني خلاص حصل قفلت خالص والعين بقت توتال بلايند، هيبقى هدف ان انا بس اقلل ضغط العين. اقلل ضغط العين ازاي؟ مش ضغط العين ده يا جماعه هو بلد توازن ما بين السكريشن من ناحيه والدريمج من ناحيه. كل العمليات اللي فاتت كان هدفها ان انا ازود الدريمج. طب ايه رايكم لو احنا حاولنا نقلل السكريشن؟ مش هو سكريتد من السيريالي بودي ده؟ تمام؟ انا هاجي ابوظ جزء من السيريالي بودي. انا لو بوظت جزء ما تنسوش يا جماعه من السيريالي بودي 360 درجه السيريالي بودي كده. افرض انت جيت بوظت مثلا جزء من السيريالي بودي كده. ثلث المساحه او ربع المساحه، اكيد السكريشن بتاع الايكون هيقل. بس اوعى تلجا انك تبوظ السيريالي بودي الا لو العين ايه؟ بقى البلايند. انت كده بتدمر. حتى علشان كده العمليه دي اسمها سايكلو ديستراكتيف، هي عمليه تدميريه خالص. سايكلو ديستراكتيف اوبريشن. خلوا بالكم يا جماعه، سايكلو يعني تبيا ليكوس. اي مقطع كده هيبدا بسايكلو دي معناها تبيا ليكوس. يبقى العمليات اللي انا بطور فيها التبيا ليكوس دي ببساطه كده دي هي العمليات اللي ما بعملهاش الا لو العين بقت بلايند وحصل وقت الاتروفي زي ما هنشوف، وايه والعين برضه خالص. فنسميها سايكل ديستراكتيف اصلا. اعتبري بس اللي مطلوب مننا هنا ببوظ السيريالي بودي فين؟ يا اما باجي يا جماعه انا باجي من بره كده من خلال السكليره من بره، انا ما بدخلش جوه العين. باجي واحط حاجه على السكليره تبوظ السيريالي بودي اللي تحتها، والسكليره دي السكلز بتاعها في العادي 1 متر. تمام؟ ولما بيبقى في كونجكتال جلوكوما وحصل ستريتشنج للاوتر فايبر شوت اوف ذا اي بتقل كمان عن 1 متر، مش قلنا السكليره بتبقى تاني. تمام؟ فانا لو جيت حطيت حاجه من بره تاثيرها هيبان في السيريالي بودي. حاجه زي ايه؟ يا اما التدخين الحراره العاليه اللي احنا بنسميها هنا سايكلو دايتيرم، يا اما عكسها بالظبط يبقى التدخين الجامد قوي يبقى اسمها سايكلو كرايو سيرم. يا اما باجي بالليزر واحرق المنطقه دي وبتتحرق الكليره واللي تحتها يبقى اسمها سايكلو فوتو كواجيوليشن. ماشي يا جماعه كده؟ يبقى الدسكشن اللي بنسأله كتير ان في عمليه الكونجيتال جلوكوما اصابه الكليره ترانزيوليكتومي هيقول لك هي دايما بتنفع؟ لا ما بتنفعش علشان الهيلينج والكلام ده. طب اعمل ايه؟ استخدم انتي ميتابولايت مع العمليه. طب ما نفعتش الجا للجلوكوما دريمج امبلانت. طب لو العين بقت توتال بلايند وما فيهاش امل خالص انا هبقى عاوز اقلل الضغط بس عشان الوجع اللي حاسس بيه الطفل، هعمل سايكلو ديستراكتيف اوبريشن. طب انا بدمر السيلفر جودي ده ازاي؟ يا اما بالجيب سايكلو دايتيرمي، يا اما بالفريزنج بتكمل السيلفر جودي خالص وتعمله نكروز يبقى سايكلو كرايو ثيرابي، يا اما الليزر اللي بيحرق اللي اسمه سايكلو فوتو كواجيوليشن. اوكي كده؟ بعمل بريفر الايزنج. ما هي النقطة دي مش 360 درجة. هيجمع عليها ليه؟ أهو النقطة دي أهي هي الحتة دي بس. طيب بالنسبة للأيزيشن هي على فكرة هيدخل جزء منه كده. طب ولو دخل جزء منه كده ده يعطل الدريلنج في إيه؟ ما هو اتجاه الدريلنج من هنا هي نعم؟ ما كان بياخد الدلفه دي هنتكلم مع بعض نمشي مع بعض هو دخل كده ضايع تمام؟ برضه ملوش علاقه بالبريشر لان السكه اللي بيطلع منها سواء احنا لفينها اللفه او جالها مباشره
فهم دول السببين اللي بيخلوا اعلى نقطة في قياس الانتر عقد البرشة على مدار اليوم هي الدائري مارلي. تمام كده؟ بس لازم يتحقق شرط ان الفرق بين الانتر عقد البرشة في اعلى نقطة له الصبح بدري واقل نقطة بالليل ما يزيدش عن 4 ملم منه، ده اقصى حاجة. يعني ما ينفعش واحد قليل الانترا اوكلر بريشر بتاعه الصبح يطلع 20 وقيس الانترا اوكلر بريشر بتاعه بالليل يطلع 14. المشكله ان رقم 20 في حد ذاته ورقم 14 هما الاثنين في الرينج النورمال، مش مشكله. بس الراجل ده على فكره عنده جلوكوما، بدا يحصل عنده جلوكوما وماشي في سكه الجلوكوما. الراجل ده اللي قيس هنا 20 وهنا 14، ده لو قيسته 6 شهور كمان مش هتلاقي دي 20، هتلاقي بقت 22 بقت 23. دي بدايه الجلوكوما اللي يبقى فيه ارتفاع شديد ما بين اعلى نقطه واقل نقطه تزيد عن 4. تمام كده؟ يبقى اول كرايتيريا في النورمال انترا اوكلر بريشر ان الفرق في الدايورنال فاريشن بين الصبح وبالليل اقل من 4 ملم. النقطه الثانيه، كل الديزيزز اللي في العين تقريبا كلها بايلاترال، بس كلها بتحصل في عين قبل الفم. معايا يا جماعه كده؟ هنفترض مع بعض المثال ان في واحد نورمال خالص ضغط عينه في العين اليمين 14 وفي العين الشمال 14. مفيش مشكله. الراجل ده بدا يحصل له جلوكوما، بس الجلوكوما بتحصل في عين قبل الفم، فبدات الجلوكوما تحصل في العين دي. فالعين دي سن 14 زي ما هي. انما دي بدات تعمل بقت 15 16 17 وصلت 20. لو جيت انت تقيس رقم 20 ورقم 14 هما الاثنين في رينج النورمال، بس الراجل ده عنده جلوكوما في العين دي. لان عندنا قاعده بتقول ان الفرق بين العينين برضه اقل من 4. الفرق بين العينين برضه اقل من 4، لان المفروض يا جماعه ان العينين الاثنين قريبين من بعض. ايه اللي بيخلي عين ضغطها بقى 20 وعين ضغطها 13 او 14؟ السبب الوحيد اللي يعمل كده ان العين اللي ضغطها بقى 20 دي بدا يحصل فيها جلوكوما، بدات الجلوكوما فيها وماشيه في سكه الجلوكوما. لو سبتها 6 شهور سنه وجبت ايد مش هتلاقيها 20. ماشي كده؟ نحط الكلمتين دول في دماغنا. الانتر اوكلر بريشر الطبيعي مش مجرد رقم. لما نيجي نتعامل معاه مش مجرد ان انا اقيس الانترا اوكلر بريشر على اقيس 16 او 13 اقول الشخص ده نورمال، لا، في كرايتيريا ثانيه ان انا اقيس الانترا اوكلر بريشر في الصبح وبالليل والفرق ما يزيدش عن 4، وان اقيس بين العين اليمين والعين الشمال والفرق ما يزيدش عن 4. لما الكرايتيريا دي كلها تتحقق هقول ان الشخص ده عنده نورمال انترا اوكلر بريشر. تمام؟ هنفترض ان الانتر اوكلر بريشر بدا يعلى، تمام، وبدا المريض يجيله جلوكوما، هتعمل ايه جلوكوما في العين؟ نيجي بقى نشوف مع بعض كده تاثير الجلوكوما دي او تاثير ضغط العين العادي ده هيبقى ايه يعني؟ نفهم كده الحته ماشيه ازاي؟ لما نيجي يا جماعه نرتب الكلام ونقول الجلوكوما دي او ضغط العين العادي تاثيره هيبقى ايه؟ ده الحاجة اللي احنا بنسميها جلوكوميتر دامج تو ذا ار. معايا كده؟ ايه الدمج؟ ايه المشكلة اللي هتحصل لما ضغط العين يعلى؟ احنا يا جماعة بصوا، احنا قبل كده المرة اللي فاتت لما كنا بنتكلم في الجلوكوما بتاعة الأطفال كنا مركزين على حاجة واحدة، ايه من المشاكل اللي هتحصل لما العين تكبر؟ تمام؟ دلوقتي انا بتكلم في القبض، العين مش هتكبر، صح كده؟ بس دي مشاكل هتحصل لما الضغط بيحصل يفضل محبوس جواها، تمام كده؟ هيحصل دامج لاجزاء من العين. ايه بقى الدامج وايه المشاكل اللي هتحصل؟ الجلوكوميتر دامج ده يا جماعه خنزير اثنين كبار. عشان نفهم الموضوع كده. اول حاجه دامج هيحصل على مستوى الاستراكشر، بنسميه استراكشر جلوكوميتر دامج، حاجات هتحصل في الاناتومي والثاني. الحاجات الثانيه حاجات هتحصل في الفانكشن
هنسميها فانكشنال جلوكوميتال سيل. تمام؟ ايه الحاجات اللي هتحصل في تنفيذ العين في الاستراكشر بتاع العين؟ بصوا كده العين اهي تمام؟ ادي الجلد في ضغط عالي والسائل محبوس هنا. الضغط العالي اللي جوه العين عمال يضغط على كل حاجه حواليه. الضغط عمال يروح في كل الاتجاهات. والضغط لما يزيد في الجزء اللي قدام الاكوس لما يتحبس جوه العين هنا والضغط يزيد، تفتكروا الضغط ورا هنا عند الفطرة هيبقى زي ما هو؟ لا، ما هو الضغط هيسمع برضه ورا وهتلاقي الضغط هنا عادي. وبقى في ضغط على كل الجدران بتاعة العين. عندك صورة محبوس فيها ضغط عالي والضغط عمال يضغط على كل الجدران الوول بتاع الكورة اللي احنا بنتكلم عليها دي. الكورة دي الجدار بتاعها اللي بره معلش خليكم معايا، الوول بتاعها اللي بره عبارة عن السكليرا. تمام كده؟ جوه السكليرا هنا دي الاستراكشر اللي جواها دي اسمه ايه؟ الكورونيا. وجوه خالص هنا الاستراكشر اللي اسمه الايه؟ الريتنا. الريتنا هي الانر استراكشر كده اللي جوه، فعلشان كده الضغط كله واقع على الريتنا. تمام؟ يبقى الجلوكوما دي فهمنا مبدئيا الضغط العالي اللي جوه العين ده لو عالي هيضغط على ايه؟ هيضغط على الريتنا. طيب الريتنا اللي احنا راسمينها خط واحد رفيع كده، لما نيجي نعرفها بالتفصيل هنلاقيها عباره عن لير كتير، لير والثانية والثالثة والرابعة هم 10 لير كده. أكيد الأكثر لير هتتأثر بالضغط هي اللير اللي بره ولا اللي جوه؟ اللير دي. دي اسمها إيه؟ دي اسمها ريتنال لير فايبر لير. يبقى بالعقل كده يا جماعة، أول ما ضغط العين يعلى الضغط ده هيسمع في ايه؟ هيضغط على ايه؟ هيبوظ ايه؟ هيبوظ الريتنا من غير فايبر ليه. دي اول حاجه في الاستراكشر الجلوكوميتال سيل اللي هنقول عليها changes in retinal layer fiber layer اللي هي الاختصار بتاعها بيتكتب retinal layer fiber layer. تمام؟ اللير دي بصوا كده من اسمها كده بنقول فايبر، نيرف فايبر لير. احنا عندنا يا جماعه اي نيرف كان عباره عن ستيل بودي وطالع منها الاكسون. تمام كده؟ الخلايا اللي موجوده في الريتنا منها انواع كتير. يهمني بقى الخليه اللي اسمها جانجليون سيل. هي اسم بس بالنسبه لنا دلوقتي. في سيلز في الريتنا اسمها جانجليون سيل. السيلز اللي في الريتنا دي كل واحده منهم بتطلع النيرف فايبر بتاعها اللي اسمه الاكسون. ده اسمه اكسون او احنا بنسميه دلوقتي مع بعض النيرف فايبر. تمام؟ في الريتنا كام جانجليون سيل تقريبا؟ كل عين فيها تقريبا 1,200,000 جانجليون سيل. يبقى كل عين فيها 1,200,000 حجم اللي بنقول عليه النيرف فايبر. كويس كده؟ المليون و200 الف نيرف فايبر دول انا كده باصص للريتنا دي بجنب، لكن لو الريتنا قدامي تمام هتلاقيهم مترتبين جنب بعض كده. طبعا مليون و200 الف عدد كبير، يبقى لازم يبقوا زحمه ومتزنقين كده مع بعض، فلما تبص لهم تلاقيهم لير كامله قدام عينيك هي اللي بنسميها ريتنا نيرف فايبر دي. يبقى الريتنا نيرف فايبر لير دي مبدئيا كده هي عباره عن الاكسون اوف ريتنال جانجليون سيل. عندي مليون و200 الف ريتنال جانجليون سيل، يبقى مليون و200 الف نيرف فايبر مكونين لي لاير كامله لانهم مترتبين جنب بعض، فعملوا لي ريتنال نيرف فايبر. كويس كده؟ جميل. الريتنال نيرف فايبر ديت هي اول طبقه من الريتنا جوه العين، يبقى هي اول طبقه هتتاثر، فعلشان كده لما يحصل عليها ضغط هنلاقي ان حصل لها اتروفي في من النيرف فايبر ليه. والاتروفي ده هو الايرلي تشينج ان جلوكوما.
الجلوكوما بيحصل فيه نعمل ديستيشن كتير، بس اول حاجه تحصل على المريض ان تبدا الريتنا نيرف فايبر لاير تتاثر ويحصل فيها عطف. تمام؟ كده بيجي لنا يا جماعه سؤال مشهور قوي، بيجي لنا ريتن وبنسال فيه في الشكوى، بيقول لك ايه؟ ايرلي ديتكشن اوف جلوكوما. السؤال ده مشهور جدا تحليلي وشكوي. ايرلي ديتكشن يعني الجلوكوما دي كمرض بتبقى مستخبيه في الاول، مش باينه الاعراض بتاعتها، ما بتبقاش واضحه على المريض. ازاي فيري ايرلي تلقط ان المريض ده عنده جلوكوما؟ اكيد ادور على اول مانيفستيشن بتحصل في الجلوكوما اللي هي دي. لما يجي لك سؤال ايرلي ديتكشن اوف جلوكوما تشرح الكلام اللي بقوله على الريتنا نيرف فايبر لاير. تمام يا جماعه كده؟ كويس. كلمة اصله دي اللي انا بقولها دي ده تعبير بصري. تمام؟ انت بقى كدكتور اشتغل كلينيكال. انت يعني عايز تلقط كلمه الاطرف دي، تلقطها بقى كلينيكال ازاي؟ في عندنا جهاز بيقيس لنا الثيكنس بتاع الليلر. الجهاز ده بقى المشهور قوي اسمه اوبتيكال كوهرنس، لازم معلش نعرف الاسم ده، توموجرافي اللي هو الاختصار بتاعه المشهور او سي تي. الجهاز ده بيقيس الثيكنس اوف ريتنال نيرف فايبر لاير. تفتكروا لما اقيس الثيكنس كان هيطلع الثيكنس هو الطبيعي؟ لا، حصل اصلا في فالاقي فيه ديكريز ذا ثيكنس. ماشي كده؟ يبقى ده يا جماعه اهم حاجه، اهم نقطه في اجابتك في الايرلي ديتكشن اوف جلوكوما، هتبدا الاجابه بتاعتك بالاو سي تي. لو قال لك في الشفوي هي كلمه كده، قول لي كلمه واحده في حاجه اعملها للمريض اعرف بيه عنده جلوكوما ولا لا. انا كشفت عليه مش باينه اعراض جلوكوما، بس انت قول لي انفستيجيشن حاجه هعملها، تقول له او سي تي ما تلفش الدور. هو ده الاو سي تي بيعمل ايه؟ الاو سي تي بيشوف لي الثيكنس بتاع مثلا النيرف فايبر لاير، هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها ديكريز ثيكنس نتيجه الاثر في اللي حصل. اوكي كده؟ الريتن النيرف فايبر لاير دي احنا تخيلنا مكانها واحنا راكبين سكشن كده في العين. بصوا بقى، انا هاجي دلوقتي ابص للريتن انتر بوستيريور بين، كانك انت بص يا جماعه ادي العين اهي. لو انت باصص من خلال البيوبل بتفقد الريتن عادي وباصص كده مباشره كده. البيوبل دي دايما شفتها مدور ببص منه على الريتنا، فدايما صور الريتنا احنا بنشوفها مدوره كده لانها محكومه بالشداد المدور اللي انا ببص منه، هتلاقيها مكتوبه كده ومكتومه كده في اي كتاب واحنا بنشوفها كده. لما باجي يا جماعه ابص للريتنا بلاقي على ناحيه منهم في حته كده مميزه اللي اسمها الاوبتيك ديسك، ودي كلها بقيه الريتنا. طب الريتنا دي لايرز كتير بقى على بعض، اول لاير مقابل عليه كده هي الريتنا النيرف فايبر لاير. تمام؟ الاوبتيك ديسك ده بيبقى اللي هنعرفه ده بيبقى على ناحيه كده، الناحيه دي هي الناحيه اللي هي ثانيه. احنا يا جماعه في العين ما بنقولش غالبا ميديال ولاترال، بيبقى تعبيراتنا ليزر وتمبر. الناحيه دي الناحيه الليزر والناحيه دي الناحيه التمبر. تمام؟ الاوبتيك ديسك على الناحيه الليزر في الوسط تقريبا كده بيبقى فيه نقطه مهمه قوي اللي احنا بنسميها الايه؟ الفوبيا. نقطه الفوبيا دي تمام هي اهم نقطه في الريتن، هي ان انا ببص بيها على كل الحاجات اللي انا ببقى مركز باصص على اي حاجه صورتها المفروض واقعه على الفوبيا دي. حوالين الفوبيا الدايره الاوسع شويه كده اسمها المكتب. بقيت الريتنا كده داير مايدور، ده البريفري اوف ذا ريتنا، دي الاطراف بتاعت الريتنا. معايا كده واحده واحده؟ تمام. الريتنا نيرف فايبر لاير اللي ماليه المساحه دي كلها، المفروض اللي هي دي اللي هتكون الاوبتيك نيرف بره. شايفين يا جماعه الصوره دي؟ الجلوب لما بنيجي نرسمها بنرسمها كده. معايا؟ لو جينا نكمل الرسمه
العين دي طبع منها من ورا من هنا الاوبتيك نيرف. تمام؟ الاوبتيك نيرف ده الفايبرز اللي ماشيه فيه هم المليون و200 الف نيرف فايبر اللي هم ماشيين قبل كده في الريتنا نيرف فايبر ديت اللي هم الاكسون اوف ريتنا هيرنج نيرف اللي احنا اتكلمنا عنه. هيخرجوا من جوه العين لبره ازاي؟ لازم بالعقل كده يبقى في حته مفتوحه في السكليرا من ورا علشان تسمح بان النيرف فايبر دي شايفين يا جماعه هم ماشيين في الريتنا كده عشان يطلعوا من الفتحه دي بالصوره دي. الفتحه اللي موجوده في السكليرا من ورا دي اسمها بوستيريور سكليرا فورامي. تمام؟ الفتحه دي ما هياش من ثابت دايره مخرومه كده وخلاص، لا في كولاجين فايبر جت الفتحه دي، في كولاجين فايبر جت عملت لها كروبنج كده بالطول وبالعرض فخلتها حته مخرمه زي المنكر كده سميناها اللامينا كريبروزا. كريبروزا يعني ايه؟ كريبروزا يعني منكر. في حاجات في الاناتومي اي حاجه اسمها كده هي عامله بالظبط زي المنكر كده. بس يا جماعه زي الكريبري فورد بليتو سمول بون زي اي حاجه مخرمه الخروم دي هو ده الوصف بتاعها. انا عندي هنا البوستيريور سكليرا فورامين دي ما هياش كلها مفتوحه، لا دي معديه عليها شبكه من الكولاجين فايبر متقاطعه مع بعضها كده وزي مخروم بينا. فبنسمي الشبكه دي اللامينا كريبروزا. تمام كده؟ والفايبرز بقى اللي هي الريتنال نيرف فايبر اللي هتكون الفايبر بتاعت الاوبتيك نيرف هي هتطلع بره العين من الخروم دي. اوكي؟ جميل. لما ضغط العين بصوا كده، لما ضغط العين يعني ويبدا الضغط يزق على الوول من كل الاتجاهات بالعقل كده، ايه اضعف جزء في الجدار بتاع العين؟ اللاميناك نيكروز اكيد، لان هي الجزء اللي ما هوش مطمر بقى وكامل، ده الجزء اللي بقى مخرم. كل ما الضغط يعلى اللاميناك نيكروز دي بصوا كده تبدا تنبعج لبره كده، تبدا تتقوس لبره كده، ولما الضغط يعلى اكتر تتقوس لبره كده اكتر. ده اللي انا بسميه بالجلوكوميتر كابل. معايا كده يا جماعه؟ احنا دلوقتي عرفنا بنتخيل كده بنجني كده المعلومات في المجمل واحده واحده. انا عندي نيرف فايبرز كتيره مليون و200 الف ماشيين في الريتم. الفايبرز المليون و200 الف دول هم اللي مطلوب منهم يطلعوا من العين ويمشوا يتجمعوا في بند الواحده بقى كده اللي هي الاوبتيك نيرف. تمام؟ انت حضرتك لما بتبص على العين كده في الاكزامينشن من قدام الاوبتيك نيرف ده كله ورا العين انت ما بتشوفوش، لكن انت بتشوف اول حته دي بس اللي انا بسميها الاوبتيك ديسك او اللي بيسموها اوبتيك نيرف هيد. شايفين يا جماعه العين كوره كده وطالع منها القلم ده كده زي الاوبتيك نيرف. انت بتبص من قدام انت كل القلم ده مستخبي عن عينيك. انت الحته الوحيده اللي بتشوفها الدايره دي المقطع بتاعه ده. دي اللي بنسميها الهيد بتاع الاوبتيك نيرف او بنسميها الاوبتيك ديسك. الاوبتيك ديسك ده مكانه في القلم دي في الناحيه الليزر والفوبيا دي موجوده في الناحيه التمبرال وحواليها دايره صغيره دي بتقول ان هي منطقه الايه؟ الماكسيما. تمام؟ جميل خالص. احنا لما بنيجي نبص على اي ستراكشر قدامنا احنا بنحرك عينينا نبص يمين نبص شمال علشان ايه؟ عشان صوره الاوبجكت اللي انا باصص عليه تقع على الفوبيا. الفوبيا دي يا جماعه اهم نقطه في الفكره. صح كده؟ انت لما تيجي تقرا عينك بتحركها تقع على الكلمه اللي انت بتبص ليه عشان صوره الكلمه دي تدخل دايركت على الفوبيا. انت باصص لواحد قدامك بتكلمه بتعدل عينيك عشان تبص له علشان صورة الحاجة اللي أنت عايز تشوفها تقع على الإيه؟ على الفوبيا. يبقى الفوبيا دي هي النقطة اللي بتديني أعلى فيجوال أكيوتي
اللي بتقدم لي احلى صوره اللي انا عمال احرك عيني يمين وشمال في كل الاتجاهات علشان ابص عليه. الفوبيا دي المظهر اللي بتقدمه لي اسمه سنترال فيجن. طيب ده ايه تدريس المزايا المنظور؟ ما بتشوفش؟ لا بتشوف. الشوف بتاعها اسمه فيلد اوف فيجن. يبقى تاني انت كده انا باصص قدامي. بصوا يا جماعه انا باصص قدامي على حد كده انا بكلمه، انا باصص مباشره على وشه كده، يبقى انا عادل عينيا في الاتجاه ده بحيث صوره وشه كده وانا باصص له تقع عندي على الفوق، بس في نفس الوقت اللي انا باصص فيه على وشه وبكلمه انا مش بس شايفه لوحده، انا شايف حاجات كتيره حواليه. الحاجات الكبيره اللي حواليه دي اسمها فيلد اوف فيجن، ده مجال الابصار بتاعه. لكن هو بقى الوش اللي انا باصص عليه ده اسمه سنترال فيجن. الاقوى في النظر الصوره اللي انا بشوفها عرضه هي السنترال فيجن بتاع الفوبيا. الفيلد اوف فيجن اللي بشوفه بلاقيه في الركبه ده بيبقى صورته اقل. انت لو جيت تعمل تيست كده السنترال فيجن وتقارنه بالفيلد اوف فيجن، بصوا كده يا جماعه امسك مثلا الكتاب اللي انت بتقرا فيه وبص مباشرة على الكتاب هتلاقي نفسك شايف الكلام واضح ومميز الحروف وكل حاجة، لأن صورة الحروف دي داخلة على الفوبيا عندك. لو أنت جيت بصيت جنب الكتاب كده، مسكت الكتاب كده وبصيت أنت كده، لغاية دلوقتي أنا ستيل شايف الكتاب، بس الكتاب ده صورته وقع على الفوبيا عندي؟ لا، صورته وقعت على جزء تاني، هتلاقي نفسك شايف خيال الكتاب جرب كده تحاول تقرا، مستحيل هتقدر تميز أي حرف. تمام؟ لأن الريزوليوشن بتاع الصورة بيبقى أقل كتير جدا، قدرة الفوبيا على النظر هي القدرة العالية جدا، دي أهم نقطة في الريتنا، إذا لو ضابط كأن الريتنا كلها ضابط، إنما بقية الريتنا دي بتعمل لي بس خيال من الصورة، لكن التفاصيل ما بتبقاش باينة قوي، ما أقدرش أحدد. كويس كده؟ جميل خالص. الريتنا نيرف فايبر لير بقى، اللي إحنا قلنا أول لير بتتأثر واللي هي المهمة قوي بالنسبة لنا. المليون و200 ألف دول لازم يبقى لهم تركيب محدد. ما ينفعش يبقوا متلخبطين على بعض، يعني ما ينفعش بص يا جماعة كده في تن هنا وهنا وهنا، كل ده في تن. ما ينفعش الأكسون بتاع دي يعدي كده مباشر، ودي يعدي كده، ودي يعدي كده، ودي يعدي كده. إيه المشكلة؟ هيعدوا على بعض. طب فلازم يبقى لهم تركيب علشان كل تن بودي تبعت الاكسون بتاعها عشان يخرج زي ما قلنا من الاوبتيك نيرفيز. ايه الترتيب بتاعهم؟ بصوا كده. السنس اللي موجوده في الناحيه الليزر دي ما بقاش مشكله، هتعدي دايركتلي على الاوبتيك نيرف. تمام؟ نقطة الفوبيا دي. السنس بقى اللي هي موجوده في الفوبيا اللي هي اهم حاجه في النظر اللي هي السنترال فيجن برضه مباشره اهي هتعدي على الاوبتيك ديسك كده مباشره. بنسمي من شويه النيرف فايبر دول حاجه مهمه قوي عندنا اسمهم بابيلو ماكيولار باندل، لان الباندل من النيرف فايبر دي بين الماكيولا وبين الاوبتيك ديسك اللي هو الاسم القديم بتاعه اللي هو الاوبتيك بابيلي، يعني هو لسه مقتصدين هنا بالتسميه القديمه دي. البندل دي اسمها بابيلو ماكيولار باندل. دي اللي شايله النظر اللي جاي من الفوبيا وطالعه بيه على الاوبتيك ديسك عشان تكمل رحلتها بقى في الاوبتيك نيرف وترجع لورا. ماشي يا جماعه كده؟ الفايبر اللي جايه من هنا هنا ده بقى اللي احنا بنسميه تمبرال للماكيولا. ما ينفعش انها تعدي فوق الفايبر الثاني، امال تعمل ايه؟ تلف لفه كده علشان توصل للاوبتيك ده. تلف حوالين البابيلو ماكيولا باندل من فوق ومن تحت. فبنسمي الفايبر دي الاركود فايبر. عامله قوس وبتلف.
يبقى الفايبرز اللي طالعه من الماكيولا بتكون البابيلو ماكيولار باندل، والبابيلو ماكيولار باندل دي يا جماعه بتخش دايركتلي على الاوك انجل. الفايبرز اللي جايه تمبرال للماكيولا ما ينفعش تعدي فوق البابيلو ماكيولار باندل، لا بتلف حواليها من فوق او من تحتها، بتمشي في اركوس باث واي زي القوس كده علشان توصل لغايه الاوك انجل. تمام؟ لما تيجي بقى الجلوكوما تضغط على الريتنال نيرف فايبر ديت وتموت الريتنال نيرف فايبر دي بتموت بترتيب معين، في فايبر بتتقطع الاول وبعدها المجموعه الثانيه بعدها المجموعه الثالثه. اول فايبر بتتقطع في الجلوكوما هي الاركوس فايبر. نفتكر المعلومه دي ونحطها في دماغنا كويس قوي، هيتبني عليها حاجه بعد كده. يبقى هنقول يا جماعه ان الاركوس فايبر دي هنكتب عليها هي الفيرست فايبر to be affected in glucose. دي أول فايبر هتبوظ في الجلوكوز. في المقابل بعد الأركوز فايبر مظبوط، تبوظ الفايبر اللي فوقها واللي تحتها واللي حواليها والفايبر اللي ينزل، آخر فايبر، آخر فايبر تبوظ هي البابيلو ماكيولار باند. هي اللاست فايبر to be affected in glucose. يبقى دايماً الجلوكوما لما بتيجي تبوظ الريتنال نيرف فايبر عشان نفهم الكلينيكال سيستم بتاعها هتتبني على ايه؟ الجلوكوما اللي بتبوظها بتبوظها بترتيب محدد عند كل المرضى. اول ما تيجي تبوظ تبوظ الاركوس فايبر وبعدين تبوظ اللي حواليها والليزر واخر فايبر البابيلو ماكيولار باند. البابيلو ماكيولار باند دي مسؤوله عن السنترال فيجن ولا الفيجوال فيجن؟ السنترال فيجن. تمام؟ الحاجات الثانيه دي كلها مسؤوله عن الفيجوال فيجن. يبقى سؤال، الجلوكوما تأثر أكثر على السنترال فيجن ولا الفيجوال فيجن؟ تأثر على الفيجوال فيجن، ما تأثرش على السنترال فيجن. هو السنترال فيجن ده بصوا كده، لو أنا قلت لك عايز أقيسه أختبره. أختبره فيه. باختبار العلامات. هو أنت حضرتك لما الدكتور بيحط لك لوكة العلامات ويشاور لك على الدايرة ويقول لك الدايرة دي مفتوحة منين؟ يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت؟ مش أنت بتبقى باصص على الدايرة؟ ما دام باصص على الدايرة يبقى صورتها وقعت على إيه؟ على الفاضي يبقى ده سنترال فيجن. عارفين معنى الكلام ده ايه؟ ان ممكن المريض يبقى عنده ادفانس الجلوكوما وكل الريتنا دي باظت وقفله النظر يطلع 6 على 10. يعني المشكله بتاعت الجلوكوما في الدايجنوزز، وليه الجلوكوما دايما عند معظم الناس بتاثر الدايجنوزز بتاعها قوي؟ علشان كده، عشان هي ما بتاثرش على السنترال فيجن. ده هو يا جماعه الايه؟ هو الحاجه المهمه اللي كلنا مركزين فيه. اي ديزيز يبدا ياثر تاثير بسيط على السنترال فيجن انت تحس بيه بسرعه. تمام؟ وتجري على الدكتور فالديزيز يكتشف بدري. انما الفيجوال فيلد ده انت ممكن يبقى عندك حته ضايعه في الفيجوال فيلد وانت مش واخد بالك منها. الفيجوال فيلد ده اقل في الاهميه بكتير. يبقى علشان كده، علشان كده بيتقال جمله مهمه جدا بتقول ايه؟ فيجوال اكيوتي تيست. فيجوال اللي هو اختبار العلامات اللي احنا بنقول عليه ده. فيجوال اكيوتي تيست. ماله بقى؟ It's not suitable in diagnosis of glucose. معايا كده يا جماعه؟ الفيجوال اكيوتي تيست is not suitable in diagnosis of glucose. تمام؟ طب ما ينفعش في الدايجنوزس، تفتكروا ينفع في الفولو اب؟ يعني ينفع مثلا مريض جالك شايف ثانية واحدة، ينفع مريض جالك اديله النظر طالع 6 على 6 بس اكتشفت ان عنده جلوكوما فاديته العلاج عشان اقيم العلاج ده جايب نتيجه ولا لا؟ لما يجي لي بعد 6 شهور اقل المره طب يطلع 6 على 6 يبقى العلاج جايب نتيجه؟ لا خالص خالص. يبقى نوت سيوتابل ان دايجنوزس اور فولو اب اوف جلوكوما. اختبار الفيجوال اكيوتي تيست ده بعيد عن الجلوكوما خالص. ده بيتقال في الكاتاركت، بيتقال في الريتنا، بيتقال في اي حاجه. ملوش رول بالنسبه لي، ما ينفعش لا اعمل بيه دايجنوزس ولا ينفع بيه اعمل بيه فولو اب. وايه السبب في كده؟ ان السنترال فيجن اللي انا بختبره من فيجوال اكيوتي تيست ده المسؤول عنه البابيلو ماكيولار باندل، ودي ذا لاست فايبر تو بي افكتد ان جلوكوما. يعني الجلوكوما لما تاكل الريتنا كلها اخر نقطه تتاثر هي الايه؟ البابيلو ماكيولار باندل. فيفضل السنترال فيجن محافظ على نفسه للاخر. معايا يا جماعه كده؟ كويس.
الله مضمون في عصر جايين مدرسه السلام لك. احنا دلوقتي يا جماعه ثانيه واحده احنا ماشيين مع بعض واحده واحده. اول الجلوكوما لما تبدا تاثر اثرت على الريتم الميرف فايبر دي. الريتم الميرف فايبر دي اتاثرت بالترتيب اللي احنا قلناه. الميرف فايبرز اللي ماشيه في الريتم هتطلع من اللامينا الكليبروزا اللي كنا راكبينها عشان تمشي في الاوبتيك نيرف. لما يحصل اتروفي في الريتم الميرف فايبر لير لازم يحصل اتروفي قصادها في الاوبتيك نيرف ده. صح؟ بس الاوبتيك نيرف ده انا في الفحص اقدر اشوفه؟ لا، انا بشوف منه ايه؟ الاوبتيك نيرف او الاوبتيك نيرف هنا، صح كده؟ فالستراكشرال دامج الثاني هو اللي تشينج ان اوبتيك نيرف هيد او التشينج اللي في الاوبتيك نيرف. معايا كده؟ الاوبتيك ديسك ده لو انت جيت بص يا جماعه المنظر ده كده ادي بنلاقيه ماشي والمريض كانه نايم على ظهره كده. ادي منظر ده في هنا اللامينا الكليبروزا تمام، والاوبتيك نيرف فايبر طالعه من اللامينا الكليبروزا دي. لو احنا جينا خدنا الحته دي كده عشان نشوف التفاصيل بتاعتها وحاولنا نرسمها مقياسي كده كبيره يطلع المنظر عامل كده. ادي الكبيره بتيجي هنا وتبقى مخرمه وعامله لي لامينا الكليبروزا بالطريقه دي. الفايبر بتاعه الريتنا لما تيجي تطلع في الاوبتيك نير بتطلع كده. شايفين يا جماعه المنظر ده؟ دول بقى كده هيعملوا لي ايه هنا؟ الاوبتيك نير. تمام؟ لما انت بقى تيجي تفحص الاوبتيك ديسك وانت تبص من فوق. الاوبتيك ديسك ده حدوده من هنا لهنا. صح يا جماعه؟ الاوبتيك ديسك اللي حدوده من هنا لهنا فيه ريتم النيرف فايبر داير ما يدور والحته اللي في الوسط فاضيه. يعني انت لو انت باصص انتروبوستيريور فيو على المنظر ده تلاقي الاوبتيك ديسك كده. شايفين؟ والفايبر جايه من كل ناحيه من الريتنا عشان تمشي في الاوبتيك ديسك، هتلاقي الحته اللي في الوسط دي فاضيه والحتت اللي انا بضللها دي هي اللي مليانه بالنيرف فايبر على الاطراف بتاع الديسك. عارفين يا جماعه المنظر زي ايه بالظبط؟ الاوبتيك نيرف فايبر دي تمام؟ الفايبر دي عامله زي الاقلام كده مثلا، والاقلام دي انت حاططها في قلب كوبايه. مساحه الكوبايه اكبر من مساحه او حجم الاقلام اللي انت حاططها. فالاقلام بتلف جوه الكوبايه كده في حته فاضيه حواليها، صح كده؟ بس الاقلام دي مترتبه عند الحروف بتاع الكوبايه كده، والحته اللي في الوسط هي اللي دايما فاضيه. معايا كده؟ الحته اللي فاضيه في الوسط دي اللي بنسميها اوبتيك كاب. والاوبتيك كاب ده هتلاقي مكتوب عليه او الوصف بتاعه ان هو بونت كونتين نيورال تيشو. في اي نيورال تيشو في اي نيرف فايبر؟ لا، ده الحته اللي فاضيه. فاهمين يا جماعه معايا؟ مساحه الديسك، مساحه الاوبتيك ديسك ده اكبر من مساحه المليون و200 الف فايبر اللي هيعدوا فيه. وبالتالي النتيجه الطبيعيه لكده ان يبقى في حته فاضيه في الديسك. اوكي كده؟ الحته اللي فاضيه دي دايما في الوسط بتاع الديسك، ودي اللي احنا بنسميها اوبتيك كاب. امال الحتت المليانه في الزيت اللي اوكيوبايد باي نيورال تيشو هي داير ما يدور، الحلقه الداير ما يدور دي اللي احنا بنسميها بقى نيورو نيورو ريتنال ريتنال. يا جماعه خليكم معايا، يا جماعه الكلام ده مهم قوي. الكلام ده يا جماعه مكتوب عندنا بس هتلاقيه، انا عارف هو مكتوب في الكتب بلعبك شويه، هتلاقي شويه منه مكتوب في الانترودكشن وشويه في الاوبن اند والكومه، ماشي؟ خلينا بس نجمعها كده عشان نفهم الموضوع على بعض.
يبقى عندنا الاوبتيك ديسك الحته اللي في الوسط دي هي الصب والحته دي هي النيورو ريتينال ريم. اوكي كده جميل. الاوبتيك ديسك ده دايما عامل كده طب ادي النيرف فايبر اللي اتفقنا عليها وادي الكب ودايما الفايبر بنزله عامله زي شلال الميه نازله بانحدار كده. الايدج ده شكل الايدج ده لو انا جيت قلت لك ده مساحه ده سبيس فاضي والحته اللي انا بعلم عليها ماشي عليها بالقلم دي الايدج. الايدج ده يبقى ايه في الباثولوجي لما اجي اوصفه باوصاف الباثولوجي اسمه سلوبنج ايدج. يبقى في النورمال الاوبت الكاب ده دي جلوبال ايدج مظبوط كده. يبقى يا جماعه المواصفات الطبيعيه اللي بنعرفها الاول عشان نشوف اما الديزيز يحصل ايه المشكله بقى. المواصفات الطبيعيه ان انا عندي اوبت ديسك عباره عن جزء فاضي في السلندر اسمه اوبت الكاب وده ما فيهوش نيورال ديسك وده ليه جلوبال ايدج تمام كده وحواليه رينج زي الميدون. الرينج دي هي اللي اوكيوبايز باي نيورال تيشو وهي دي اللي بنسميها نيورو ريتينال رينج. تمام؟ جميل. مساحه الديسك كله على بعضه مساحه كام؟ هل احنا نتوقع ان اي حاجه ممكن تغير المساحه دي؟ لا عمرها ما هتتغير. امال ايه اللي ممكن يتغير؟ كميه النيرف فايبر او حجم النيرف فايبر اللي معديه. افرضوا يا جماعه كده بالعقل بصوا كده النيرف فايبرز دي حصلنا لها اصل هم مليون و200 الف منهم 200 300 الف ماتوا وانكمشوا وحصل لهم اصل. بصوا كده لما اجي اعمل انا اصل في الشويه دول اروح مسح دول كده ومسح مثلا دول كده ايه اللي حصل بالظبط؟ كده يبقى كل ما تتاكل الاوبتيك نيرف كل ما تتاكل النيرف فايبرز تمام؟ تبص تلاقي الكف اللي في وسط الديسك كده عمال يكبر. بعد شويه الجلوكوما بقت ادفانسد واوبتيك نيرف فايبر جديده اتاكلت تلاقي الكف عمال يكبر. صح كده؟ ما هي النيورو ريتينال ريم الحلقه اللي بره دي هي اللي بتمثل النيرف فايبرز اللي موجوده في الاوبتيك نيرف. كل ما تموت النيرف فايبر كل ما المساحه دي تنكمش في المقابل الكاب عمال يكبر. ليه؟ لان المساحه كلها اللي هي يعني تحت الاوبت ديسك مساحه ثابته هي مش هتتغير بس النيرف فايبر اللي جوه عماله تموت. تمام كده كل ما المريض الجلوكوما عنده تبقى اتفاصل الفايبر تفضل تموت 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 بالطريقه اللي بنقولها دي فيفضل الكاب ايه يكبر. فنيجي دلوقتي بقى احنا بنقول ايه؟ في الاستراكشرال دامج ده في تشينجز هتحصل في الاوبتيك نيرف هيد. أول شيء اللي يحصل في الأوبتيك نيرف هيد لارج كام. ألاقي الأوبتيك كام كده، إحنا هنشوف دلوقتي الأوبتيك ديسك ده هيحصل له إيه في الجلوكوما؟ أول حاجة لارج كام. اللارج كام اللي كده ده يا جماعة، هم بقى حطوا له شوية معايير، قال لك والله بص كده أنا عندي الأوبتيك كام أهو. بعض الناس او البعض بيحصل لنا يعني بنيجي نقيس الدايمتر بتاع الاوبتيك كاب وبقيس الدايمتر بتاع الاوبتيك ديسك كله واعمل نسبه بينهم ريشيو اللي بنسميها كاب ديسك ريشيو. لما يبقى عندي لارج كاب يبقى الريشيو دي تكبر ولا تكبر؟ تكبر. يعني المفروض يا جماعه ان مساحه الاوبتيك كاب بالنسبه للديسك كله تبقى مثلا 3 من 10. تمام كده؟ لما الكاب يكبر بقت المساحه 5 من 10، 6 من 10، 7 من 10 من المساحه الاجماليه، تمام؟ يبقى كلمه لارج كاب الترجمه بتاعتها كاب ديسك ريشيو بتزيد. عكسها بالظبط، افرض انا حبيت اعمل ريشيو مش بين الديسك وبين الكاب، لا، بين الديسك وبين النيورو ريتينال رينج. الحته دي والحته دي. عكسها بالظبط يبقى الرين ديسك ريشيو تقل. تعالى يا جماعه كمان الحته دي مهمه قوي. بصوا الحته دي هي اكثر حته في الايه في الجلوكوما فيها اسئله. الكلام اللي احنا ايه شويه قلناه النهارده.
يبقى انا عندي يا جماعه اول حاجه بتحصل في الجلوكوما ما هو مش الكبت. الكبت كده كلمه الكبت كده دي بعبر عنها بصورتين، بقول ان الكبت ديسك ريشيو زاد والرين ديسك ريشيو قلت، فهي دي عكس دي. بعض الناس تجيب دي، بعض الناس تجيب دي، هما الاثنين واحد يعني الدلاله بتاعتهم. تمام، ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه بنقول الكب اديب، اديب كب هو الديسك بتاعه متوقع يفضل زي ما هو لما الاوبت الكب ده بصوا عمال يتطور كده من هو، والاوبت الكلاسما فايبر عماله تتاكل، اكيد الاوبت الكب هيبقى عميق خالص بدل المنظر اللي انتم شايفينه ده، اللي هو المنظر ده كده. هتبص تلاقيه بقى دي بقى عامل كده، يبقى هو سجل وبقى دي. طيب احنا دلوقتي ماشيين مع مريض الجلوكوما، هنفترض ان مريض الجلوكوما ما خدش باله ان هو عنده جلوكوما، ما هو ما دام النظر عنه ما اتاثرش وشايف 6 على 6 يبقى حياته ماشيه، قاعد بيتفرج على التلفزيون وبيسوق العربيه وبيقرا وبيكتب، فهو مش فاكر الفيجوال فيلد اللي رجع عنده ده مش ممثل له مشكله. تمام كده؟ الراجل ده كل ما النيرف فايبر تتاكل يبدا شكل الايدج يتغير، يبدا يعمل كده. بعد شويه تبص تلاقي عمل المنظر المرفوض ده. الايدج ده اسمه ايه في الباثولوجي؟ اسمه اندر مايند ايدج صح؟ معلش احنا ما بنقولش عليه كده، مش عارف ليه بس هي كده، اسمه اوفر هانجنج ايدج. هو فعلا صح في الباثولوجي بيتقال عليه اندر مايند ايدج، بس احنا بنقول ايه الكلمه اللي عندنا في الكتب اللي هتقولها انت قدام ايه الاكزامينر ويسالوها يعني اوفر هانجنج ايدج اللي هي الحته دي. متخيلين يا جماعه المنظر ده؟ كل شويه الاوبت كاب عمال يكبر يكبر والنيرف فايبر عماله تتاكل لحد ما بقى منظر الاوبت كاب كبير جدا وديب وبقى لوك اوفر هانجنج ايدج زي ما انا شايف كده. طيب جميل، انت لما تيجي تبص وتفحص الاوبتيك ديسك، هو انت هتبص تشوف الاوبتيك ديسك كده سكشن؟ عمرك ما هتشوف، انت هتشوف الاوبتيك ديسك كده انترو بوستيريور فيو، هتلاقي الاوبتيك كاب كبير كده. بس ازاي اعرف الاوفر هاند ايدج ده؟ نعرفه بقى من علامه مهمه جدا، البلاد فيسل الطبيعيه اللي طالعه في الريتنا طالعه من السنسر بتاع الديسك وماشي على الجدار بتاع الاوبتيك كاب كده اهو عشان تطلع بره. شايفين يا جماعه المنظر ده؟ لما تيجي انت بقى حضرتك تبص من فوق من هنا هتلاقي انت نفسك شايف ايه؟ شايف جزء الفيسل ده وشايف جزء الفيسل ده. تقدر تشوف الحته دي لانها مستخبيه بالاوفر هانجنج ايدج صح؟ فيتهيأ لك كأن الفيسل مقطوع. هتلاقي مكتوب في الكتاب ان الاوفر هانجنج ايدج ده بيعمل ستايل رقم 4 اللي هي ابرن انترابشن اوف ريتنال فيسل. حد يديني يا جماعه ورقه فاضيه كده، ورقه فاضيه كبيره. بصوا يا جماعه كده، بصوا معايا، ده البلاد فيسل اللي احنا ايه؟ اللي احنا بنرسمه. تمام؟ منظر الاوبتيك ديسك الطبيعي اللي الكب ليه سلوبنج ايدج، ده المنظر الطبيعي اهو، ده السلوبنج ايدج اللي انا بتكلم عليه اهو. انت لما تيجي تبص مش هتشوفه سكشن، هتشوفه كده صح؟ البلاد فيسل كامل قدام عينيك اهو، في مشكله كده؟ نيجي بقى نعمل الاندر مايند ايدج او الاوفر هانجنج ايدج. مش ده كده هو منظر الاوفر هانجنج ايدج؟ تمام؟ بس انت لما تشوفه هتشوفه كده صح؟ البيسل كامل؟ لا، هيبان البيسل كانه انقطع صح كده؟ هو ما انقطعش، هي حته منه استخبت عن عينيك بس في الثانيه دي. متخيلين يا جماعه المنظر ده؟ هيبان قدامك
كأن حصل interruption، كأن حصل قطع للبلاد فيسل، في حين ان في الحقيقة الانترابشن ده طبعا اصبرت حاجة ظاهرية بس وما حصلش ايه interruption طبعا ولا حاجة. يعني انت هتشوف بالضبط كده المنظر اللي احنا شفناه في الورقة دي، هتلاقي الفيسل طالع من هنا وماشي قدامك كده، وبعدين لما دي كمل كده هتلاقي عند الايدج بتاع الكف كأن الفيسل انقطع. معايا يا جماعة كده؟ فيظهر ابارنت انترابشن في البلاد فيسل. طيب ادي فايل رقم 4، احنا بنقول لارج كف وديب كف وله اوفر هانجنج ايدج يعمل ابارنت انترابشن للايه؟ للبلاد فيسل او الريتنال فيسل. طيب الان تاني بصوا كده يا جماعه، زي ما قلنا ان الريتنال نيرف فايبر لها ترتيب في انها تفوت، ده اللي بيموت الاول وده اللي وراه وده اللي وراه وده اللي وراه والقصه دي. في برضه ترتيب بتتاكد بيه النيورو ريتن ادرينالين، ما هو ما دام دي بتترتب يبقى قصادها دي برضه ماشيه بترتيب. بصوا يا جماعه كده، ادي منظر الديسك كله وادي منظر الكب. في الطبيعي عندنا الكب ده ما هوش في السنتر بالظبط كده، يعني هنا نيورو ريتن ادرينالين في الناحيه النيتا، وهنا نيورو ريتنال ليم دي نيتا، دي نيورو ريتنال ليم تمبرال، دي نيورو ريتنال ليم السوبيريو، دي نيورو ريتنال ليم الانتيريو. احنا لو ركبنا الكف في السنتر يبقى كاننا بنقول ان الاربعه في الطبيعي قد بعض. لا، هم في الطبيعي الاربعه مش قد بعض. هم عاملين ازاي؟ هو اول اكبر واحده هي الانتيريو، وراها اقل منها بشويه كده السوبيريو، وراها النيزل، وراها التمبرال. يعني منظر الكف الطبيعي عامل كده، الانتيريور وراها السوبيريور وراها النيزل وراها التمبرال، عشان يرتبوهم قالوا ده اسمه اذن رول، عشان يرتبوا الحته دي بكلمه وما ننساهاش، اذن انتيريور سوبيريور نيزل تمبرال. معايا كده؟ النيورو ريتال ليم ده الطبيعي عندنا كلنا، ان النيورو ريتال ليم الانتيريو هي التخينه، اقل شويه السوبيريو، اقل شويه النيزل، اقل شويه التمبرال. لما يبقى السوبيريو والانتيريو هم الكبار والنيزل والتمبرال هم الصغيرين، يبقى الكب دايره؟ الكب مش دايره، يبقى الكب اوبل. واوبل فيرتيكال ولا اوبل هوريزونتال؟ اوبل هوريزونتال. يعني في الطبيعي يا جماعه عندنا كلنا الايدن ترول في بيقول ان الاوبت كاب المفروض ان هو هوريزونتالي اوبن، صح كده؟ اول ما يبدا الاوبت كاب يكبر والنيرف فايبر بتتاكل، يبدا يتاكل السوبيريور والانفيريور اللي كانوا كبار دول، تبص تلاقي الكاب بدل ما كان هوريزونتالي اوبن بقى فيرتيكالي اوبن. تمام؟ فهنقول هنا الصايد رقم 5 ان الاذن رول بقى ديستربد. تمام؟ يعني الكب بقى فيرتيكالي اوبن والاذن برول بقى ديستيرب. اوكي كده؟ يبقى انا دلوقتي ببص على شكل الاوبتيك ديسك في المريض اللي عنده جلوكوما، بشوف الديسك هيحصل فيه ايه، وصلنا ادي 1 2 3 4 5. جميل. مش يا جماعه انا لما ببص في وسط الديسك كده في الحته دي هنا كده، مش المفروض يا جماعه ان هنا الخروم بتاع اللامينا تريبروتا؟ طب الخروم بتاع اللامينا تريبروتا دي المفروض ان انا بشوفها؟ لا ما بشوفهاش. ليه؟ لان عدد الاوبتيك نيرف فايبر كبير مالي الخروم دي، فانت مش شايفها. متخيلين المنظر ده؟ انت عندك الحته المخرمه تمام كده، بس عندك 1,200,000 اوبتيك نيرف فايبر بيتزحموا في الحته المخرمه دي عشان يطلعوا منها، فالخروم كلها مليانه بالخروم الداريه. تمام؟ لما يبدا يحصل اتروفي وعدد النيرف فايبر يقل يبدا لاول مره انا اجي ابص الاقي في فتحات في اللامينا تريبروزا باينه قدامي فاضيه، لان الاوبتيك نيرف فايبر اللي كانت معديه فيها بالطبيعي ماتت وصلناها اصلا، صح كده؟ فهنقول ان الستايل هنا رقم 6 بقى هو انكريز فيزيبيليتي
of بورد of laminated roof. أنا في الطبيعة يا جماعة أنا ما بشوفش خروم اللاميناتد روف دي خالص، تمام كده؟ عارف المنشف اللي الناس كانت بتمسكها زمان دي حته مكرره وفيها كميه فتل وكميه خدود كبيره جدا. لو انت جيت تبص على المنشف دي من فوق كده تشوف الخروم، عمرك ما تشوفها من الفتل والخروم والحبال كتيره اللي فيها دي. انما لما تلوث بقى كتير منهم وتقطع دول وتقطع دول وتقطع دول تبدا الخروم تتبان، تمام؟ فهنقول ان في increased visibility of board of laminate roof. تمام كده؟ اخر حاجه هنا ان بيبدا عند الناس دول يظهر نقطه هيموريج على الايدج بتاع الاوبتيك ديسك. احنا مش عارفين ليه، دي حاجه ما حدش عارف سببها، بس الناس اللي عندهم جلوكوما تيجي تفحص الاوبتيك ديسك تلاقي نقطه هيموريج كده عامله زي الخط، عامله بروبنج للديسك كده. دي رقم سبعه اللي بنسميها بلينتر هيموريج. ماشي يا جماعه؟ يبقى السؤال ده فيري كومن، بيجي تحاليل كتير جدا جدا غير الشغل اللي هو ايه؟ اوبتيك نيرف هيد تشينجز ان جلوكوما. عشان تقول السبع حاجات دول وتشرح الكلام اللي عليهم وترسمه، ترسم بقى عشان ايه؟ نرسم ونقول الكلام. بالنسبه لهيموريدز لا، نقطه هيموريدز بتظهر على الديسك بتاع الايدج بتاع الاوبتيك ديسك. هتلاقيها للاسف مش هروح مشغل الصور يعني النهارده، هتلاقي نقطه هيموريدج باينه كده. هو ده في المره الجايه. ماشي يا جماعه كده اوكي؟ في يا جماعه اي مشكله كده؟ عشان مش هروح اطلع مشغل النهارده، تمام؟ خلاص انا طلعت